طب خلينا ما ينفعش نتكلم عن سوبر السيدات وطبعا الانجاز الكبير ثالث بطوله في الموسم الحقيقه يحصل عليها النادي الاهلي سيدات وما يكونش معانا المدير الفني الكابتن علي هاشم عبر الهاتف. كابتن علي اهلا بيك. يا كابتن ظهرت الامنيه. ايه انت نايم ولا ايه صحتك؟ لا لا والله كنت بتفرج على ماتش هاند بول. اه ما انت متضايق زينا معلش بس يعني نقول لهم هارد لك هم عملوا اللي عليهم يا كابتن. عملوا اللي عليهم. اه صحيح. كابتن علي يعني الف مليون مبروك. الله يبارك فيك. الاداء احلى طبعا يعني النتيجه المكسب جميل ولكن الاداء رائع. تحب تقول ايه لعيباتك يا كابتن اللي معانا في الاستوديو؟ بمس بس على ثريا ودينا طبعا وبارك لهم طبعا اول امبارح عملوا جيم كويس الحمد لله وجيم محترم ضد فرقه كويسه طبعا وفرقه محترمه بطل الكاس ادينا كويس الحمد لله دفاعيا وهجوميا ودي زي ما قلت لهم دي يعني بدايه البطولتين الاهم بقى ان شاء الله باذن الله السوبر وكاس مصر ان شاء الله باذن الله. كابتن علي انت يعني انت بتصعب عليا جدا يا كابتن والله في الماتشات وحياه ربنا يعني انا امبارح شفتك ضربت سبرنت ولا واحد عنده 20 سنة على اللاين ولا كايلة اه ولا كايلة يعني كايلة ما بتضربش السبرنت بتاعك ده يا كابتن يعني الله يكون في عونك بس يعني انت بتبقى شايل حمل كبير جدا وتبقى عامل حسابات لكل حاجة يعني هون على نفسك الحمد لله يا كابتن الحمد لله يا كابتن الحمد لله. طب كلمنا عن اللي جاي يا كابتن ورؤيتك للي جاي ايه وطمن جماهير النادي الأهلي يمكن تطمنا من اللاعبات عايزين نطمن منك برضو عن القادم بإذن الله. احنا هنبدأ إن شاء الله يوم الاثنين دوري السوبر هنبدأ الثمانية هنبدا الاول اللي رايح جاي الاول وبعد كده هنرتب وبعد كده الاول والثامن فخلاص ما فيش وقت يعني هنلعب يومين في الاسبوع اثنين جمعه اثنين جمعه اثنين جمعه بس اعتقد ان شاء الله الفرقه باذن الله باذن الله هتبان بقى او يعني هنبدا تبان ملامحها زي جيب امبارح كده يعني الفرقه يعني فرقه النادي الاهلي السنه دي كانت محتاجه جيمات كتير ان يعني الناس جداد وناس داخلين مع بعض وعايز اقول لك يا كابتن يعني احنا لسه لحد دلوقتي ما كملناش صحيح صحيح يعني لحد دلوقتي لسه شهر واحد هو لسه عندك طب يا كابتن عندك توقف عشان المنتخب ممكن تلحق مش عارف المنتخب والله امتى يا كابتن ياسر الناس بتقول في ثلاثة الناس بتقول ويندو لسه فاحتمال لو نظمناه احنا هيبقى في ستة او في ثمانية فمش عارف لسه بالظبط امتى التوقيت يعني طب وخلي بالك برضو ممكن يبقى عندك بطولة افريقيا في مارس يعني قصدي اقول لك ان برضو اللي جاي لسه تقيل ما شاء الله عن اللي فات يعني طبعا طبعا لسه 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 بدري جدا واهم ثلاث بطولات في السيزون هم الاهم ان شاء الله متهيألي يعني ان شاء الله يا كابتن لو ربنا كرمنا باذن الله يعني وخدنا بطولة افريقيا تبقى المرة الأولى في التاريخ يمكن احنا ما خدناش البطولة دي قبل كده يا رب يا رب بس يعني هون على نفسك يا كابتن بأمانة انت يعني بتصعب عليا جدا يا كابتن علي والله يعني انت بتبقى يعني بتتعرض لضغوط يعني شديده جدا جدا بس انت عشان عايز تكسب يعني انت عايز تأدي اداء كويس ومكسب يعني يا كابتن طيب اللاعبات المصابات اخبارهم ايه يا كابتن يعني انا عرفت ان نور بدات تتعد نور بدات يعني ان شاء الله اسبوع تبقى معانا نادينا وفتوح بدات بس هي كانت لسه راجعه من كورونا وبتاع فبادئه معانا بقى لها حوالي 10 ايام هتبدا تخش ان شاء الله واحده واحده في الماتشات الجايه باذن الله اتمنى بس يعني اتمنى عوده نور لعيبه مؤثره ولعيبه تقيله فهتفرق معانا جامد جدا ان شاء الله ان شاء الله ترجع بالسلامه والف مليون مبروك كابتن علي هاشم المدير ربنا يخليك يا كابتن المدير الفني طبعا للفريق الاول لكره السله سيدات بشكرك شكرا جزيلا ليك الحقيقه